رجعنا لكم مرة تانية، وصلنا دلوقتي لفقرة استشارة طبية. استشارتنا الطبية النهاردة هتكون ليها علاقة بألام وتيبس العظام والمفاصل. وطبعا عارفين ان من اسعد واهم الفترات اللي بتمر على اي ست هي فتره شهور الحمل وانتظارها لابنها بكل شغف، ولكن للاسف بعض الستات بتعاني من بعض المشاكل زي وجود الام وتيبس في العظام والمفاصل، يمكن ما كانوش بيشتكوا منها قبل الحمل. لكن احنا دلوقتي هنعرف اكتر عن ازاي نتفادى الام العظام والمفاصل اثناء الحمل مع ضيفنا واللي منورنا دكتور علاء الدين احمد، المستشار العلمي لشركه باكس فارما. برحب بحضرتك. اهلا وسهلا يا فندم، كل سنه وحضرتك طيبين، وسعيد جدا بوجودي معاكم. احنا كمان دكتور عايزين نعرف السبب انه الست الحامل بيبقى عندها الام في المفاصل والعظم يمكن ما كانش عندها قبل كده بتظهر وقت الحمل. بصي، هي كان عندها قبل كده بس هي ما كانتش عارفه. حلو. لان مثلا على سبيل المثال ان نقص الكالسيوم بيسموه المرض الصامت. ليه المرض الصامت؟ لان هو مرض مش بيحصل فجاه، هو مع مرور الايام ومع العادات السيئه الغذائيه فبيحصل عندنا نقص في الكالسيوم. وان احنا بنتكلم على الست الحامل، الست الحامل لما بيجي يقسموا شهور الحمل بيقسموها ثلاث تلاتات. حاجه اسمها الفيرست تريماستر والسكند تريماستر والثيرد تريماستر. الفيرست تريماستر اللي هم اول ثلاث شهور اللي هو لا يستحسن خالص ان الست الحامل تاخد اي علاج واي حاجه خالص. في السكند تريماستر اللي هو من اللي هو بالشهر الرابع لحد الشهر السادس او بدايه الشهر السابع، ده بيسموه السكند تريماستر. هنا بيحصل الجنين بيبتدي يتكون، وخاصة العظم عند الجنين. والمصدر الأساسي للعظم عند الجنين هو الكالسيوم. فبياخده منين؟ الأم. بياخده من مامته، ولكن مامته هي عندها إشكالية إن هي العظم بتاعها طول عمرها مش كويس، ما بتاخدش الكالسيوم بالطريقة الكافية أو بتتعرض لفيتامين د، فبالتالي بيظهر عندها. تلاقي يقول لك أنا عندي ألم في العظم شديد جدا وعندي ألم في السنان. لأن هو معروف إن الكالسيوم بيترسب دايما في العظام وفي السنان. هو اللي حصل إن الجنين بياخد الكالسيوم من جسمها. تمام. ولما الكالسيوم بينقص عندها الجسم بيحاول يعوض من العظم والسنان بتاعت الأم نفسها. حلو. فإذا هو القصة كلها في الجنين. عشان كده لو الأم بتحافظ على العادات الغذائية الصحية بتاعتها من الصغر مش هيبقى عندها المشكلة دي أثناء الحمل. في حاجة تاني، أثناء الحمل بيفرز هرمون اسمه هرمون الريلاكسين. الهرمون ده مسؤول عن ان هو بيخلي الأربطة والغضريف يحصل فيها ارتخاء. ليه بيحصل فيها ارتخاء؟ سبحان الله، عشان منطقة الحوض توسع فتقدر تشيل الجنين. وعشان كده هي بتحس بالألم في حتة المفاصل. يبقى العظم عشان الكالسيوم المصدر الاساسي هي الكالسيوم بتاعها للجنين، والمفاصل عشان بيحصل ارتخاء نتيجه لافراز هرمون الريلاكسين. حلو قوي. احنا بقى دورنا النهارده ايه؟ احنا مش عايزين نوصل للمرحله دي، مش عايزين نوصل ان الست الحامل تشتكي. وعشان كده علمونا ان المفروض، ان على فكره الميديكال تشيك اللي هو قبل الحمل ده ضروري جدا. لان من ضمن الميديكال تشيك اللي بتعمله هي بتعرف نسبه كثافه العظام عندها ايه. لان هي لو عندها مشكله في العظام اللي هي مش باينه بس بتبان عندنا في التحاليل، نبتدي نخش لها بقى بايه؟ بكورس مكملات غذائيه فيه كالسيوم. وطبعا الكالسيوم الاساس بتاعه فيتامين د. عشان كده احنا النهارده جايين نحل هذه المشكله، جايين نقول لها احنا مش هنستنى لما انت يبقى عندك مشكله لما تبقي حامل، لا احنا عايزين نعمل خطوه استباقيه ونبتدي نتعامل مع الست قبل ما توصل لمرحله الحمل. عشان كده دخلنا بالمكمل الغذائي بتاعنا النهارده او الكورس بتاعنا اللي هو خاص بالام العظم، واول حاجه فيه اللي هو فيتامين د اللي هو الفيديبيكس زي ما يظهر عندنا على الشاشه دلوقتي. الفيديبيكس ده، ودايما بقول احنا لو عملنا تحليل النهارده لكل الناس اللي في الاستوديو هيطلع 95% من الناس دي عندهم نقص في فيتامين د. وكنت قبل الحلقه سامع الناس بتقول التكييف شديد قوي. دي الكورس بتاعنا كله. هنبتدي نتكلم على اول حاجه فيه اللي هو الفيديبيكس اللي هو فيتامين د. وفيتامين د ده هو الاساس اللي احنا بنبني عليه. أوكي. ليه؟ لان فيتامين د هو المسؤول عن امتصاص وترسيب الكالسيوم في العظم. ترسيب الكالسيوم في العظم هو المسؤول عنه فيتامين د. يعني انت لو عندك ديفيشنسي او عندك نقص في فيتامين د هيبقى عندك مشكله في امتصاص الكالسيوم حتى لو انت بتاخد جرعات كافيه من الكالسيوم من الصغر. واحنا عندنا اوريدي مشكله في فيتامين د، عشان كده دخلنا باول مكمل غذائي عندنا اللي هو الفيديبيكس. اوكي. وفي تركيز الفيتامين د فيه 2000 وحده دوليه. ودي اللي الجسم بيحتاجها في اليوم. يبقى انا دلوقتي ظبطت لك فيتامين د اللي احنا اوريدي كلنا عندنا مشكله فيه، لان احنا ما نتعرضش للشمس، نتعرض للتكييف كتير،
عندنا مشكله في العادات الغذائيه بتاعتنا. يعني مثلا على فكره المصدر الاساسي مثلا للفيتامين د هو صفار البيض او مثلا الاسماك الزيتيه، وده ما بناخدوش بصفه منتظمه. فاوريدي كلنا عندنا مشكله في فيتامين د. يبقى انا دلوقتي بنيت لك الاساس، اتفضل. طيب عايز اعرف منك يا دكتور، ايه العادات الخاطئه اللي بتعملها السيدات عموما مش شرط الحوامل بتزود الاصابه بالام المفاصل؟ بص خلينا نتكلم الام المفاصل والعظام، لازم نربط الاثنين مع بعض طبعا. تمام. اول حاجه ان الست بطبيعتها هي بتتحرك في المطبخ كتير. اوكي. فالحركه بتاعتها ممكن تبقى مش محسوبه، الشوز اللي بتلبسه. تمام. الحاجه الثانيه الكالسيوم اللي بتاخده على مدار عمرها. علمونا كده على فكره احتياجات الكالسيوم للست اكتر من الراجل. يعني مثلا على سبيل المثال ان الست بعد سن ال 45 بتحتاج المفروض تاخد في اليوم 1200 ملي جرام كالسيوم. الراجل بيوصل لسن ال 60 عشان ياخد ال 1200 ملي جرام كالسيوم. طبيعه الجسم بتاع المراه والحمل والدورة الشهرية اللي بتجيلها على مدار الشهر، ده كل ده بيقلل نسبة الكالسيوم عندها. فهي من الصغر محتاجة تظبط الكالسيوم بتاعها. والمصدر الأساسي للكالسيوم هو الألبان. المفروض الألبان والزبادي على فكرة، على فكرة كوباية الزبادي فيها 450 ملي جرام كالسيوم. كوباية اللبن فيها 250 ملي جرام، يعني كوباية الزبادي دي فيها على فكرة ضعف اللبن. وإنما حضرتك لو بزيتي حاجة زي زيت السمسم المعلقة الواحدة فيه تعادل كالسيوم كوبايتين ونص من اللبن. او تاخد سيت زيت بيكس بقى. أوكي. عشان كده الكورس المكمل الغذائي بتاعنا احنا بنتكلم عن ان هو حاجه وقائيه وليست علاجيه. يعني انا بقول لك النهارده لا انا هنشيك او هنشيك صح، عندنا سيت زيت بيكس هو تركيز الكالسيوم فيه 1350 وهو محطوط في صوره الكالسيوم ساترات. وليه برضو في صوره الكالسيوم ساترات؟ لان الكالسيوم ساترات لا يتاثر ولا ياثر في المعده. أوكي. عكس الكالسيوم كربونيت ما يبقاش تقيل على المعده زي الكالسيوم كربونيت اللي هو معظمه موجود في السوق. عشان كده في الاوروبيان وفي امريكان هو الكالسيوم ساترات دي هو اللي صوره الكالسيوم بتاخد كده. وعلى فكره هناك بعد سن ال 30 بتاخد روتيني. اوكي. رحت عملت تحليل ما عملتش تحليل بيديك قرص كالسيوم في صوره كالسيوم ساترات بتاخده كل يوم. اوكي. وهنا سيت زيت بيكس بناخد قرص بعد الغداء. يبقى دلوقتي اتكلمنا على الفيتا بيكس اللي هو فيتامين د اللي هو المسؤول عن امتصاص وترسيم الكالسيوم. حلو. بناخد قرص بعد الفطار. واتكلمنا على السيت زيت بيكس اللي هو الكالسيوم في صوره الكالسيوم ساترات بيتاخد بعد الغداء. حضرتك اثرتي موضوع المفاصل. واتفقنا ان الست الحامل اللي بيبقى عندها مشكله في مفصل الحوض نتيجه لارتخاء الاربطه والغضاريف وان عشان الجنين يتكون في منطقه الحوض. اولا دخلنا بالمكمل الغذائي بتاعنا الثالث بتاعنا اللي هو الجوينت بيكس. ده خاص بالاربطه والغضاريف والمفاصل. وزي ما اتفقنا في كل حالة لازم نعرف المفصل هو التقاء أي عظمتين ببعض عن طريق أربطة وبينهم غضاريف، والغضاريف هنا بتعمل كوسادة أو مخدة عشان تمنع احتكاك البعض ببعضه، احتكاك العظم ببعض. ولكن بين الغضاريف في سائل، السائل ده اللي هو موجود في الركب عشان يمنع احتكاك الغضاريف ببعضه. طب هي بقت حامل ابتدى الوزن يزيد فابتدى يحصل حمل على الركب، عشان كده تلاقي أكتر مفصلين بيتأثروا عندها مفصل حوض ومفصل ركبة. طبعا لما حصل فبتدي تحس بالم، يبتدي السائل اللي هو موجود ما بين الغضاريف يقل، فالسائل لما يبتدي يقل ايه اللي يحصل؟ الغضاريف تاكل في بعض، الغضاريف لما تاكل في بعضيها ايه اللي يحصل؟ العظم يبتدي يحك في بعض اللي هي بنخش في خشونه الركبه. بس هي مش مرتبطه بالست الحامل بس، مرتبطه باي حد. على فكره على فكره الرياضي صحيح. لو ما بيمارسش الرياضه بطريقه صحيه هيبقى عنده مشكله في ذلك. احنا حلينا هذه المشكله عن طريق المكمل الغذائي التالت بتاعنا اللي هو الجوينت بيكس. ودايما بقول الجوينت بيكس ده عباره عن خمس حاجات وبيعمل خمس حاجات. حلو. ايه هما الخمس حاجات اللي في الجوينت بيكس؟ زي ما ظهر على الشاشه كده. عباره عن كلوكوزامين. حلو. والكوندروتون والهيرونيك اسيد. على فكره الثلاث مواد دول الجسم اوريدي بينتجهم عشان يحافظ على صحه الاربطه والغضاريف. اوكي. بس هو مع الممارسات الغلط والاكل الغلط والسواقه الطويله مثلا والتعرض للتكييف فترات طويله، ايه اللي بيحصل؟ بتبتدي المواد دي تقل، الجسم بينتجها بكميات اقل، فنبتدي نشتكي من الايه؟ من الام المفصل. عشان كده تلاحظ حتى في الشتاء يقول لك ايه، انا ركبه بتوجعني. هو اللي حصل ركبه وجعتك عشان انت الجسم ما بقاش ينتج هذه المواد بالكميه الكافيه. يبقى الكلوكوزامين والكوندروتون والهيرونيك اسيد دول مسؤولين عن تجديد الاربطه والغضاريف ومسؤولين عن سهوله الحركه، لان الحركه بتنتج نتيجه للسائل اللي موجود ما بين الغضاريف وبعضها. اوكي. نيجي لرابع حاجه عندنا اللي هو مستخلص الزنجبيل او مستخلص الجنجر بيسموه. ده مسؤول عن ان هو مسكن الالام وبيحسن من كفاءه الدوره الدمويه فين؟ في المفصل. قبل الحلقه كلنا بنشتكي ان التكييف عالي. التكييف عالي، احنا محتاجين ناخد جوينت بيكس ليه؟ عشان يزود من حركه الدوره الدمويه في المفصل. تمام.
اخر حاجه موجوده في الجاينت ماكس اللي هو مستخلص البروملين، هو مستخلص الاناناس، ده مضاد للتورم. لان في بعض الناس اللي بيبقى عندها مشكله في المفصل بتعاني من تورم في منطقه المفصل، فالبروملين هنا اللي هو مستخلص الاناناس بيشتغل كمضاد للتورم. عشان كده بنقول ان هو عباره عن خمس حاجات، بيعمل خمس حاجات: لوكوزامين، كوندروتون، هيرونيك اسيد، مستخلص الزنجبيل، مستخلص الاناناس، سهوله الحركه، تجديد الاربطه والغضاريف، كل ده بنتكلم على يفصل دلوقتي. تاني حاجه ان هو بيقوي العظم، مسكن الالام، بيحسن من كفاءه الدوره الدمويه، ومضاد للتورم. حلو قوي. طيب دكتور، يمكن احنا دلوقتي بنتكلم عن الست الحامل وان هي تقدر ان هي تاخد الفيتامينز دي او المكملات الغذائيه دي لوقت الحمل. طيب في حاجات تانية برضو بتبقى ناقصه عند الست الحامل زي الفيتامينات الاخرى زي فيتامين دي وسي وكل الاوبي كمان؟ بس انا عايز اقول حاجه، انا من مدرسه خاصه الست الحامل لازم تبقى تحت اشراف طبيب متخصص. عشان كده قلت في بدايه الحلقه ان احنا اول 3 شهور بينصح ان هي ما تخش حاجه خالص ايا كان الالم اللي عندها. نخش في الثلاث شهور التانيين هي بتتابع مع دكتور، هو الدكتور بيقول لها خدي كذا وما تاخديش كذا، على حسب كل حاجه. عشان كده انا اتعمدت اقول في حته في ايه، ان احنا بنتكلم على كورس او مكمل غذائي وقائي من قبل ما تحمل. على فكره الأصدق. هو مستخلص من مواد طبيعيه، ولكن الامانه العلميه التغطيه تقول ايه، كله يبقى تحت اشراف الطبيب المتخصص. صح تمام. طيب باقي الفيتامينز بقى حلو. لو انا بحس بهمدان، بصي حضرتك مكسله، حضرتك احنا بنتكلم اتكلمنا على كورس عضم، هنتكلم دلوقتي على كورس من الفيتامينات والمعادن. اوكي، انا بعتبر الثوره في عالم الفيتامينات والمعادن المكمل الغذائي الرابع بتاعنا اللي هو الالبي مالتيفيت. الالبي مالتيفيت ده حضرتك انا جمعت لك 13 فيتامينات ومعادن حطيتها في قرص واحد. اوكي، يجي من اشهرهم زي موجود على الشاشه كده، يجي من اشهرهم الفوليك اسيد. الست الحامل بتشتكي دايما من نقص الفوليك اسيد، عشان كده دايما بيدوها الفوليك اسيد من اول يوم. كل الستات اصلا على فكره، صح؟ حتى من قبل ما يحملوا بيبقى عندهم مشكله فوليك اسيد. اعتقد كمان الفوليك اسيد ليه علاقه بصحه الجنين والتشوهات طبعا. برافو عليكي، هايل. طبعا الفوليك اسيد بالاضافه انا بديه لحاجتين، للام والجنين. تمام، زي ما الاستاذ قالت ان هو ليه علاقه بتشوهات الجنين. الفوليك اسيد موجود في القلب مالتي فيت. في فيتامين سي، وفيتامين سي ده هو المسؤول عن امتصاص الحديد على فكره، بيزود امتصاص الحديد اللي هو الست بتشتكي منه عموما، وكمان ليه دور في موضوع الكولاجين يعني نضاره البشره، وكمان ليه دور في موضوع اللي هو بيحسن من الميتابوليزم بتاع الكربوهيدرات او التمثيل الغذائي للكربوهيدرات. عشان كده الالبي مالتيفيت كمان بينصح يستخدموه الناس اللي بتعمل دايت، بتعمل انظمه غذائيه عشان يساعدهم ان هو يخسوا، لان هو بيبقى عندي مشكله في التمثيل الغذائي للكربوهيدرات اللي بتتحول لسكريات وبعد كده تتحول لدهون. فوجود الفيتامين سي في الالبي مالتيفيت ده بيحسن من عمليه الحرق. اوكي، تاني حاجه موجود الكبر او النحاس، بيحسن من كفاءه الغده الدرقيه. على فكره الغده الدرقيه اصبحت منتشره جدا لان بقى فيها دور جيناتكس طبعا، وبالاضافه للغذاء بتاعنا اللي مش صحي. تمام، فيها برضو مجموعه فيتامين بي كلها. مجموعه فيتامين بي على راسها فيتامين بي 12 اللي هو خاص بالاعصاب، اللي هو الناس بتوع السكر. كنت زمان تروح بيديك قرص واحد فيه فيتامين بي، انا بديهولك مع القلب مالتيفيت. كمان فيه الكالسيوم على فكره، الكالسيوم برضو ليه دور في ان هو بيحسن من حسيه الانسولين للسكر، فليه دور في موضوع التخسيس. يعني القلب مالتيفيت هنا بيشتغل بدورين، هو مصدر للطاقة، وكمان الناس اللي بتعمل دايت أو لو كانت ست حامل تحت إشراف طبيب هو بيحسن من التمثيل الغذائي أو عملية الحرق في جسمها. فالجنين يستفيد من أكل أي أكل هي بتاكله. تمام، في احنا قلنا في الزنك على فكرة. الزنك ده أنا على فكرة القلب مالتيفيت ده حاسس إن هو متحيز للمرأة. ايوه، يعني تلاحظ ان احنا عمالين نتكلم على كولاجين نضارات البشره، بنتكلم على زنك كفاءه الشعر. على فكره الكالسيوم برضه ليه دور في موضوع الاظافر طبعا، مجموعه حتى الاعصاب. الستات عايز محتاجه حاجه للاعصاب اكتر من الرجاله. عندنا الزنك طبعا هو مسؤول بالاضافه ان هو بيرفع من كفاءه المناعه. اوكي، ليه دور في حته كفاءه الشعر. فهو عباره عن مجموعه متكامله من الفيتامينات والمعادن. حلو. طب عايزين نتكلم يا دكتور برضه عن الجرعه. طبعًا. الناس تاخدها امتى كجرعه وقائيه، او حد عنده مشكله فياخد جرعه؟ بس حضرتك احنا بنتكلم على كورس، يبقى الكورس ده فيه 4 حاجات، يبقى لازم نقول الجرعه بتاعته تاخد ازاي. ناخد القلب مالتيفيت بعد الفطار.
وانا فاكر احنا اتكلمنا في الموضوع ده دي عشان لو خدناه بالليل ممكن ما يسهرك، دي حقيقه، لان هو بيديك طاقه وباور وانت محتاج الطاقه والباور دي عشان تكمل يومك. ناخد القلب مالتي فيت مع الفيتامين د بعد الفطار. خلي بالك القلب مالتي فيت كان ناقصه فيتامين د، فاحنا ادينه لك في الفيتا بيكس. حلو قوي. السيتي زيت باكس بناخده بعد الغداء، وباخده بعد الغداء عشان يبقى انت تبقى مطمئن تماما، مع العلم بان وجود الكالسيوم فيه، في صوره الكالسيوم ساترات، مفيش اي مشكله تاخده في اي وقت. على فكره الكالسيوم كربوهيدرات كنت لازم تاخده وسط الاكل عشان ما يعملش مشكله في المعده. الجوينت باكس باخده بعد العشاء، باخد قرص واحد لو هي جرعه وقائيه علشان ما اخشش في حته المفاصل، مشكله المفاصل والاربطه. انما لو بشتكي وعندي الاعراض وعندي الالم باخد قرصين بعد العشاء. حلو قوي. الكورس مناسب لكل الاعمار السنيه ولا نبتدي من سن معين كوقايه؟ مجرد ما تقدر تبلع، لان احنا عندنا مشكله في الكالسيوم وعندنا مشكله في الفيتامين د، كل دي مشاكل متراكمه، وعندنا مشكله في المفاصل. هو من اول ما تقدر تبلع بتاخد الكورس بتاعنا. حلو قوي. خاصه هو مكمل غذائي. حلو قوي. طبعا حضرتك عارف مكمل غذائي، الناس بتقلق الاسعار، متناول ايدينا ولا لا، هنقدر نجيبه ولا لا، ومده الكورس، يعني انا عشان ابتدي اخد الكورس ده واستفيد منه اخده لمده قد ايه؟ حلو. اولا السعر بتاعه مناسب لجميع الاسر المصريه في ظل الازمات الماليه اللي احنا فيها، كورس مناسب جدا. وده ما انا بقول الكورس ده كمان هو بيمنعك انك تخش في مشاكل ماديه كبيره قوي. طبعا لو انت ما حافظتش على المفاصل وركب تخش تغيير مفصل وما ادراك ما تغيير المفصل. فهو طبعا السعر بتاعه مناسب جدا جدا جدا. على فكره الكورس بيكفي شهر، هو بياخده لمده 3 شهور. 3 يعني شهور ما بنكررش تاني. 3 شهور. حلو قوي. السؤال ده في منتهى الاهميه. خلي بالك في ارقام تليفون ظهر على الشاشه. اوكي. انت بتتصل بيرد عليك فريق طبي متخصص. بيتابع معاك على فكره. ليه؟ بيسالك بعض الاسئله ويطلب منك في بعض الاحيان بعد التحليل عشان يحدد لك الجرعه، وبيتابع معاك كل 15 يوم بيبقى فيه تليفون. حلو. يعني انا بالظبط كده عملت ايه؟ رحت نقلت لك عاده العظم، نقلت لك لحد بيتك عن طريق التليفون. اوكي. بعد 3 اشهر هو برضو بيقرروا اذا كان هيكمل ولا هتقف لحد كده. حلو. الغالب بنقف لحد كده. لو اصحاب مثلا امراض مزمنه، حد عنده ضغط، حد عنده سكر، هل الكورس مناسب ليهم؟ ده هو مخصوص للناس الامراض المزمنه. والله. يعني على سبيل المثال نتكلم في السكر. السكر من اكتر حاجات اللي بنشتكي منها حته الاعصاب، فاحنا عندنا في القلب مالتي فيت بي 12. اوكي. الناس بتاعت السكر بيبقى عندها مشكله في العظم، فاحنا عندنا سيت بيكس، بيبقى عندها مشكله في المفاصل، فعندنا الجوينت بيكس، عندهم مشكله في فيتامين د، فعندنا الفيتا بيكس. فهو اصلا هو مناسب ليهم جدا. مفيش. على فكره حتى مريض الكلى بيكتب له الكالسيوم، فاحنا عندنا الكالسيوم ساترين. انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا. انا بشكركم. نورتنا وهابي فالنتاينز دي. خلصت حلقتنا، هنستناكم بكره في حلقه جديده. باي باي.